ما شاء الله. هذا رافقته مع زويته، زويته العود، والاخر اللي بغى عسيله وزويته العود يديرها. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم في صحه جيده ان شاء الله. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم بغرير وغير بالفينو بوحدو فقط، بدون لا سميده بلا دقيق ابيض بلا والو. يلا بسم الله نبداو بالمقادير. عندي هنايا ثلاثة ديال الكؤوس، ها هو واحد الاول، ثلاثة ديال الكؤوس ديال الفينو، عندي معلقة ديال السكر، عندي أربعة ديال الكؤوس ديال الماء بنفس العبار اللي عبرت به الفينو نعبر به الماء، الماء دافئ، وعندي خمارة ديال 8 غرام، وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، وعندي هنا واحد شوية ديال الملح. نبداو بسم الله. غادي ندير الماء، بسم الله، الكاس الاول، الكاس الثاني، الماء دافي ماشي عاوتاني يكون سخون، الا يكون سخون هذا تيخسر الخميرة، ثلاثة، الرابع، هاهو الكاس الرابع، ربعة ديال الكيسان. غادي نضيف الفينو هالكاس الاول، المهم هنا راه عبر ثلاثة ديال الكيسان، فهاد زليفة عبر ثلاثة عبرتهم عاد حطيتهم، المهم تعبرو بنفس الكاس. وغادي نضيف معلقة ديال الخميرة، خميرة حبيبات، هاهي نزيد واحد شوية الحال بارد، وغادي نضيف إن شاء الله هاد المعلقة ديال السكر، غنخلط هاد العناصر هكذا، هنا درت ربعة ديال الكيسان، وإلا خصني الما غادي نضيف. نات هو الكاس غادي نعمرو، الكاس الخامس إلا احتاجيت غادي نضيف. غنضيف نص تاع الكاس ديال الماء، غنضيف غير النص ما زفتش كامل. بالنسبه للدقيق الفينو حيت كيتشرب مزيان، المهم نتوما على حساب، كاين اللي غادي يهز الى، كاين اللي غيهز لربعة، كاين اللي غيهز لربعة ونص، كاين اللي غيهز حتى لخمسة، المهم انا غادي نبقى نضرب ونرجع معكم. دابا ملي ضربت واحد خمسة ديال الدقيق صافي، انا غادي نضيف الخميرة. البنات انا بعد ما ضفت الخميرة انا غادي نضرب واحد شوية حتى تنسج مع العناصر ونرجع معكم ان شاء الله. القوام اللي حصلت عليه شتو كيبقى الخليط ماشي مفرتت، كيبقى لاصق في المغرفه. المهم علينا ما غسلت هذوك المعنات اللي درت بهم المقادير، وانا غادي نشرع في الطهي ان شاء الله. البنات هانتوما شتو هذه البغريره الاولى، العافيه ماشي قليله، العافيه شوية، العافية مجهدة ماشي قليلة وماشي مجهدة عاوتاني تتحرق. صافي انا درت جوج مقيلات، درت هادي ودرت هادي، هادي صغيرة وهادي كبيرة، وما انتم شتو يلا. المهم انا نحيدها، انا غنوريها لكم كيفاش طلعت. المهم هاد الثانية شتو الاولى كي دايره، هاد الثانية سبحان الله كيتثقل كامل ما شاء الله. المهم هانتوما معايا حتى نكمل هاد الطريح ديال البغرير، حتى
تصدقي سام تبارك الله ما شاء الله كيعطيو كمية هائلة، الله يجعل الخير والبركة يا رب. البنات إلا حسيتو بيه مبقاش كي هكا يتثقب حاولوا تبردوا المقلة، ولكن ماشي من الجهة فين كطيبي، الجهة التحتانية حطيها في شي هذا شي بانيو فيه الماء بارد وبرديها ومسحيها غير ناشفة غير من الفوق وعاودي رجعيها. المهم ما شاء الله ما غاديش تندموا عليه، واللي طبقات هاد المقادير وصدق لها تدعي معايا بالخير. هانتوما دغيا تبارك الله هاد الثلاثه ديال الكؤوس كيعطيو كميه هائله، ودغيا كملتهم. ما تجي فين يجي عندك هكا تضيف على بغتها ولا شي حاجه، امري واحد بريري تاع اتاي وغطي بالفويطه وخليه يطلق، وعاد حطي طيبي في البغري وتحطيه سخون مع زبيده وعسيله ولا مع زبيسات العود وعسيله كيجي الصراحه ما نقولش لكم. وداك الصوت ديال بجغ 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 روعه. المهم اللي يعرف هاد المذاق ديال العسل مع زيت العود اولا العسل مع الزبده البلديه كيجي رائع. هانتوما البنات كيبان لكم سرعان خفيف وما غيضركمش ان شاء الله، حيت ما فيش الفورس بتاتا. هانتوما ما شاء الله شتو كيجي مخرج بحال الشهده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. البنات ها الطبيسه ديال البغرير ما شاء الله، هذا رفقته مع زويته في العود، والاخر اللي بغى عسيله وزويته في العود يديرها. شتو كيجا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الصراحه جا كله ما شاء الله. هادو البغريرات الكبارين وهادو الصغيورين ها هما ما شاء الله. الفيديو ديالنا وصل النهايه ديالو، ايوا ما تنساونيش من دعوات الخير.